تعتبر هاي الحيوانات من أنظر حيوانات العالم، ويمكن أول مرة تشوفها. أول حيوان هو الساولة. تعتبر الساولة من أنظر حيوانات في العالم. اكتشفت في فيتنام عام 1992 من قبل عالم بيئة الغابات دوك توك، وتعتبر مهددة بالانقراض بدرجة قصوى بسبب تدمير بيئتها وصيدها لندرة جلودها، وهذا الشيء كان أكبر سبب لقلة عددها، ومتوقع إذا استمرت هاي الممارسات إنه تنقرض الساولة في السنين القريبة القادمة. حوت شمال الأطلس الصائب. كانت هاي الحيتان تتواجد بكثرة في السابق، ولكن اليوم متبقي حوالي 400 حوت فقط بسبب كثرة صيدها عشان لحمها الغني بالدهون وعوائدها الضخمة من زيت الحوت يلي كان يستخدم في تشحيم القطارات والإضاءة وصناعة الصابون وصناعة مواد الطلاء. وحاليا تعتبر من أكثر الحيتان المهددة بالانقراض لأنها لا زالت بتموت من قبل ضربات السفن في المحيط والشباك الثابتة، وممكن نسمع بيوم إنها انقرضت بشكل كامل بسبب عدم الحفاظ عليها. بالنهاية ما تنسوا الاشتراك في القناة ودعمنا لنستمر بمزيد من الفيديوهات. سلام.